الكلمة إلى السيد عبد الحميد بلكحل صاحب السؤال رقم 1561 فليتفضل. رحبوا بالسيد الوزير. لقد نادينا إلى النائب. تفضل يا سيدي النائب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاضل الكريم رئيس الجلسة المحترم سيدي وشيخي الجليل سيادة الدكتور المحترم والوزير الفاضل السيدة الوزيرة المحترمة زملائي زملاتي النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنيعة تحدثكم، نور على نور. معالي الوزير، أولا بودي معالي الوزير فضلا وليس أمرا أقدم لك اعتذارا رسميا أن ما أقوله الآن ليس سؤالا، فما مثلي يسأل مثلكم، العين لا تعلو على الحاجب أبدا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمعذرة لك أن تعتبره حوارا مع نائب يرتجي قليلا من الأجر من ساحة ورثة الأنبياء. معالي الوزير، إن قطاع شؤون دينية والأوقاف يعتبر رسالة ربانية موروثة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من القطاعات الحساسة التي لها دور فعال في ترقية المجتمع إلى الأفضل في كل مجالات الحياة وفق تعاليم ديننا الحنيف. وقد عرف هذا القطاع انتعاشا منذ توليكم معالي الوزير عليه مقارنة بالحكومات السابقة، ويقوم على تأطير هذا القطاع ثلة من خيرة أبناء هذا الوطن، أئمة بكل رتبهم يقومون بعديد المهام، صلوات الخمس، تعليم قرآني، مشاركة في حملة التوعية، إصلاح ذات البين، القيام بكل شؤون المسجد المادية والمعنوية والمتفرقات عديدة. لكن ما جعلني أقدم هذا الكلام البسيط لشخصكم الكريم أنني قمت بمقارنة بين أجور القطاعات الأخرى وأجور الأئمة، فوجدتها معي الوزير للأسف متدنية. أو يعقل أن يعاني وريث الأنبياء في هذا المجتمع النبيل أن يجد نفسه بين المطرقة والسندان، بين مطرقة رجل علم له كل الاحترام من المجتمع وبين عدم توفير حاجيات إمكانيته على توفير حاجياته المادية؟ ووضعت مقارنة مع الوزير بين قطاع الشؤون الدينية مع باقي القطاعات، وجدتها أجورا متدنية. أو يعقل لمعلم قرآن يحمل على وعى القرآن في صدره هذا الرجل الذي يقوله المولى عز وجل سل تعطى وقرأ ورتل وارتقي يتقاضى أجرة زوج ملايين، في حين أن البطال يأخذ مليون ونصف؟ هذا على سبيل المثال معالي الوزير. أنا تمنيت لو تسوى أجور الأئمة بكل رتبهم على الأقل بأجور قطاع التربية ما داموا يؤدون نفس الرسالة. وجدت شيئا عجبا عجاب، والله معالي الوزير وشيخ الجليل حارس في صندوق الماء دخل إلى مهنة الحراسة منذ سنة فقط يتقاضى أجرة 80 ملايين، في حين هذا الذي قضى بعمره أكثر من 30 عاما عند تقاعده قد تصل أجرته الشهرية إلى 5 ملايين و4 ملايين. هذا إجحاف في حق وريث النبي عليه الصلاة والسلام. أمر ربما إلى نقطة أخرى مع الوزير ولو لم تذكر في هذا الحوار، وهو تأخر ترقية الأئمة مقارنة مع باقي القطاعات. وانتهى الوقت، أكون لكم شاكرا معالي الوزير حضوركم وأعتذر مرة ثانية. شكرا السيد النائب. الكلمة إلى السيد الوزير ليجيب عن السؤال فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الفاضل المحترم السيد رئيس الجلسة، السيدة والسيد الوزير والسيد الوزيرة، سادة إطارات الأمة، ممثلي الشعب، حضرة نواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أتوجه إليكم السيد النائب المحترم بكامل الشكر على اهتمامكم وعلى أدبكم الراقي وعلى تواضعكم، ونحن هنا نؤدي وظيفة دستورية وفي برلمان ديمقراطي إن شاء الله نتبادل فيه الآراء ونتبادل فيه كي نمضي جميعا كسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية بالرقي بهذا البلد إن شاء الله
رغم المؤامرات ورغم ما يحاك ضد الجزائر، فنحن إن شاء الله عون لبعضنا البعض، وليس هناك داع إلى كل هذا الإحراج. فأنا ممتن بهذه الأسئلة التي تزيد في رقي القطاع أو القطاعات الأخرى. تسألون في انشغالكم عن الإجراءات المتخذة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل رفع أجور السادة الأئمة من أجل عيش كريم لوريث الرسالة المحمدية والنهوض بهذا القطاع نحو الأفضل، وأنا أشاطركم الهم ذاته والانشغال ذاته. وفي هذا السياق يشرفني بداية أن أبدي لكم كامل التقدير أيضا للحرص على انشغالات السادة الأئمة كفرع في سؤالكم، لا سيما ما تعلق منه بتحسين وضعيتهم الاجتماعية من خلال رفع رواتبهم، وأزيدك أنا حتى من حيث توفير السكنات لإخواننا الأئمة. ونحن نبحث في كل وقت، نحن نبحث في كل وقت مع الجهات المختصة لكي يكون للإمام نصيب من حصة السكنات في الولايات. واليوم صباحا كنت أتحدث مع مدير من المديرين في هذا الفترة، فترة جونفي إلى 2000 يعني إلى شهر أفريل، هناك 10 أئمة في ولاية واحدة أخذوا سكنات بمختلف السياق، وأنا أتابع هذا الموضوع مع السادة الولاة، وهذا ليس شيئا نتفضل به عليهم، بل هو واجب، لأنهم يعني كما ذكرتم أصحاب رسالة ويقومون بالحفاظ على الأمن الفكري وتأطير المساجد ومدارس القرآنية والحياة الروحية لدى الجزائريين، وهذا من صلب عمل الحكومة، وهو أيضا من تعهدات السيد رئيس الجمهورية. نفيدكم السيد النائب المحترم أن تصنيف الأئمة وباقي العاملين بالمساجد من أساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد إنما تم من خلال المرسوم التنفيذي 08411 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 الذي تضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. وتم أيضا من خلال المرسوم التنفيذي رقم 11162 المؤرخ في 17 أفريل 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وأن المرسوم التنفيذي هذا اعتمد في نظام التعويض جملة من القوانين على أساسها الأمر رقم 0306 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية. بالنظر إلى ما ذكرت لكم من هذه المراجع القانونية، أحسب السيد النائب المحترم وأنتم تدركون أن هذا التصرف من زيادة أو تحسين أو ترقيات ليس من صلاحيات إدارة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وحدها، وإنما تملك فيه الوزارة حق المراجعة والإشارة والنضال والمدافعة لكي نصل إلى هذا المبتغى وهذا السقف. في إطار هذا المسعى قمنا بإعداد مشروع تعديل وتتميم القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ورفعه لتقدير الجهات الخاصة. معناها الشيء الذي قمنا به الآن وتبدلنا فيه الآراء مع الشريك الاجتماعي أوصلناها إلى الجهات المختصة، ونحن ننتظر إن شاء الله أن تسير هذه العملية في اتجاهها الصحيح حتى نحسن مستوى الرواتب وما إلى ذلك. مما جاء في هذا المقترح الذي ذكرت لكم فتح المسارات المهنية الجديدة للمعنيين بالترقيات، بالإضافة إلى اقتراح رفع النقاط الاستدلالية لبعض الرتب والمناصب، كما أنه سيتيح أيضا إمكانية مراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة، ومنها يتحسن راتب الإمام والقائم على الشأن الديني. من خلال هذه المعلومات التي وفينا سيادتكم المحترمة بها، يعني العملية الآن أصبحت في يد الجهات المختصة ونحن نتعامل معها إن شاء الله بإيجاب، وسيكون الخير إن شاء الله في بلادنا قادما. وأكرر شكري وامتناني لكم على ما تولونه جميعا من عنايتكم واهتمامكم بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد الوزير، الكلمة إلى السيد النائب للتعقيب فليتفضل. تشكر سيدي رئيس الجلسة، ولعلي أبتدئ مما انتهى منه شيخي الجليل الفاضل معالي الوزير، وأنا أوجه مناشدة للهيئات الرسمية بدءا من السيد رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة الفاضل إلى كل الوزارات التي لها علاقة بوزارة الشؤون الدينية
أن يعجلوا في زيادة رواتب ورثة الأنبياء، ومناشدة تانية إلى السيد رئيس الجمهورية ومن ورائه شخصكم الكريم معالي الوزير شؤون دينية، وهو إدماج القائمين بالإمامة دون قيد وشرط كما فعل السيد رئيس الجمهورية مع الأساتذة المتعاقدين. واستسمح شيخي الجليل أن أذكر له بعض انشغالات ولاية المنيعة المحلية في قطاعه الفاضل. عندنا شيخي الجليل مسجد يسمى مسجد عمر الفاروق، وهو مسجد أثري عتيق تجاوز بعمره القرن، قام المواطنون والمحسنون بهدمه لأنه تراجع قدما، ولكن لم نستطع إكماله، فنحن نطمع في وزارتكم الفاضلة بغلاف مالي نتم به بناء هذا المسجد لأنه وجهة ولاية المنيعة المشرف إن شاء الله. أمر إلى نقطة أخرى، ولاية المنيعة شيخ الجليل على شساعتها وكثرة بلديتها فيها ثلاث مرشدات فقط، فنطمع في زيادة هذه الرتبة. كذلك لا بأس أن معادلة دائما أنا أقول في هذا المقام فتح مسابقة التوظيف على غرار كامل قطاعات الوظيف العمومي، لأن مديرية وزارة الشؤون الدينية هناك بولاية المنيعة يسيرها مدير واحد وله منا كل جزيل الشكر معه ثلاث موظفين فقط، فزيادة التوظيف قد يزيد من عطاء وإشراف هذه المديرية. في الأخير لدينا أكثر من 23 إمام معالي الوزير قدموا طلبات تقاعدهم، ونخشى أن تقبل طلباتهم لأن عديد المساجد بالمنيعة دون موظف، أقول دون موظف، المواطن هو من يقوم بتسييرها. آخر مطلب معالي الوزير، نرجو أن تزورونا في المنيعة زيارتكم زيارة تبرك مع شيخ الجليل، أرجو أن تزورونا في ولاية المنيعة زيارة تبرك عن كتب للإطلاع عن كتب عن قطاعكم الفاضل. آخر نقطة، أرجو أن يشجع في المنيعة مشايخ وأئمة وصالحون قدموا دورهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نرجو أن يكرم هؤلاء بشهادات علمية ودكتوراة فخرية كما فعلت وزارتكم الفاضلة وبعض الجامعات على غرار عديد الصالحين والعلماء. ولاية المنيعة ولاية غنية بمشايخها، فزرنا معي الوزير نكون لكم شاكرين وبارك الله فيكم. شكرا السيد النائب، الكلمة إلى السيد الوزير للتعقيب فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك زميلي الأخ النائب المحترم الأستاذ عبد الحميد بلكحل على ما تفضلتم به. أولا أنا أقول لإخواني في المنيعة، أولا هنيئا لكم الولاية الجديدة، لأنه في الحقيقة هذا مكسب كبير للمنطقة، وهذا ما يجعل كثير من الهياكل وكثير من المؤسسات الآن في طور استكمال يعني منجزاتها واستكمال تجهيزها في المجالات التي ذكرتموها، منها قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أن يكون لدى المدير بعض الموظفين، فهو الآن في طور استكمال إن شاء الله الهياكل كلها إن شاء الله كما هو حال الولاية. ما يتعلق بمسجد الفاروق سأبحث إن شاء الله مع زملائنا في الإدارة، والحمد لله إن شاء الله سيكون الخير ونتعاون جميعا إن شاء الله على بناء هذا المرفق وغيره من المرافق. المرشدات الدينية طبعا تتعرف بأنه تحتاج إلى مناصب مالية، ويعني هذه فئة بديناها بعشرات، اليوم رانا في حوالي 1500 مرشدة دينية عبر الوطن، معناها إن شاء الله في تطور وإن شاء الله سيكون. أما الإخوة المتقاعدون الأئمة المتقاعدون، التقاعد حق دستوري للحق، يعني يضمنه القانون لكل موظف، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا تقاعد سنتخلى عنه، بالعكس احنا مثل التربية بعض الأحيان يعني نستفيد من الأستاذ ومن الشيخ ومن العالم في بعد تقاعده أكثر من حال التوظيف. لماذا؟ لأنه عنده خبرة، وكثير من الأئمة عندنا اليوم أرجعناهم إلى المسجد باعتبار أنهم متقاعدون، ولكنهم يمارسون وظائف ربما أكثر من الوظائف من الموظفين الجدد. الزيارة إن شاء الله ستكون زيارة عمل، حيث يرتب إن شاء الله ذلك مع السلطات المحلية. وأما العلماء فنحن نسعى إلى تكريمهم دائما كلما أتيحت لنا فرصة بشهادة. شكرا جزيلا لك. شكرا.